السوشيال ميديا صارت جزء من حياتنا، في من اللي يتقبل هالهبة وفي من اللي ما يتقبلها، والحين معنا أحد مشاهير السوشيال ميديا، تابعونا. عبد الله الجاسر عبودك، يا هلا فيك معنا في فقرة السوشيال ميديا. في البداية راح أسألك عدد متابعينك ايش كثر بالإنستغرام والسناب شات؟ بالسناب شات عندي تقريبا يمكن 300 كذي. والإنستغرام 280 270. يعني بهالعدد اللي راح نقول انه مو بسيط، عندك مسؤوليه، قاعد تحس بهالمسؤوليه؟ قاعد تقدر ان في ناس قاعد تتابعك، معجبين فيك؟ يعني ممكن انت اي حركه تسويها، اي شيء ممكن يقلدونك. صحيح. يعني ممكن تقول لهم روحوا يمين روحوا يمين، فانت شنو المسؤوليه اللي قاعد تحملها الحين؟ المسؤوليه هذه تكون حق الصغار وحق الكبار. يعني انا المتابعين عندي من جميع المراحل، من جميع يعني الاعمار، فلما اسوي شغله احس بحساب حق الصغير وحق الكبير. في شغلات وايد كنت استهين فيها، مثل عندك سجاير في البدايات. تليفوني وبدخن انا اصور. بعدين شفت انها صارت مسؤوليه، متى لما اشوف صغار يدز لي هو قاعد يدخن ويمسك السيجاره مثل ما كنت انا طريقة. شون وقطعت هالعاده انا من زمان. اذا اليوم عبودك عنده مسؤوليه. يعني في رساله انت قاعد تشيلها او قاعد تحملها. وفي شغلات وايد، يعني مو حق السجاير، انا اقول لك حتى حق مثلا حق الحريم. انا اغلب وقتي اكون بالبحر، كنت البس تيشيرت واطلع بحر. ما اقدر، لازم البس تيشيرت واطلع يعني وانزل. ليش؟ الربع قام يدقون علي انه ممكن متابعينك من النساء. ما يصير مرتي متابعتك، شلون يعني؟ انه لازم تلبس. قمت البس. حلو ان انت قاعد يعني تسمع كلام، قاعد تتواصل معاهم، قاعد تسمع لهم يعني. انا بعد عندي خبر ان انت تقول لي ايه ولا لا لما تسافر تجيب صوغه حق الفولورز. صح. ايش كثر قاعد تكلفك يعني اليوم الصوغه هذه؟ تبين الصج يكلف وايد يعني، بس عطينا رقم صغير يعني. ساعات يعني اعدها كني لما اسافر كني سائل بيتنا تعبرون على شيء، فانا اسال بسناب شات لما اشوف العدد الكبير دش يجيب لي كذي يجيب لي كذي. طبعا مو كل واحد هيجيب له على ما خلص يعني، قاعد يتفاعلون معاك. شو اسوي؟ اشوف اكثر شيء يعني انطلب مني شنو؟ اجيب منه مثلا تجيب منه كميه 2000 حبه 2000 ونص وموجودين مكافاه، اللي يبي يروح ياخذ. حلو. يطيرون ساعه. حلو شيء جميل. انزين ليش الرعب بالذات؟ ليش دخلت عالم الرعب؟ وش اللي خلاك تدخل بي يعني بهالفكاهه اللي هو فكاهه الرعب يعني؟ ان شاء الله ما تخوفنا. نشرب العصير او شيء؟ اي اشرب العصير. ولا بس حق لا 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 حق الضيافه اكيد. من اللي بدفعنا فلوس؟ على طاري الفلوس، زين قبل لا ادخل بالرعب بالعافيه، على طاري الفلوس يقولون ان انت ما تسوي اي دعايه الا اذا وصل لك مسج انه اودع في حسابك مبلغ وقدره، صح ولا غلط؟ قول اعترف. انت جايبين اللقاء هني حق شنو؟ يعني اكيد في ناس تحبك وتتابعك وتتعرف عليك. اول شيء انا موقع مع شركه، زين، والمسج ما يوصلني انا اودع في حسابك، بالشركه الو مكلف لاني. انزين وانا اروح اسوي الداي على طريقتي يعني. اوكي نرجع حق الرعب مره ثانيه. خلينا نرجع حق الرعب عشان بسالك عن عن الشاليه الكونتينر. تفضل. عن الكونتينر لا بالرعب اول. بما ان انا عايش بالخيران واغلب وقتي هناك، طب مو معناته اني مقصر مع اهلي، لا اهلي ازورهم واقعد عندهم وشنو ما يبون، فانا عايش هناك، فساعات بالليل يعني او خصوصا بالويكند. انزين اغلب التينيجرز يعني يمسكون التليفونات. تقوم تخوفهم التينيجر. عجبتك ها؟ اي يمسكون التليفونات. زين فايش اسوي؟ بدل لا يقعد يتابع له شيء مثلا مو زين او يشوف له شيء، يتابعني انا اسوي له فيلم. اسوي له فيلم رعب. فيلم يندمج. حلو. يعني ساعات انسى يطفي تليفوني. زين يعني متى الجزء الثاني؟ متى عبالهم سيزون لوست عبالهم. حلو. هذا بالنسبه حق الراب. بالنسبه حق الشاليه اللي بنيته في البارك، الكونتينر هذه كانت بدايه فكرتها ان انا مسوي معطي يعني صوره حق الناس ان ما في شيء اسمه مستحيل او ما في شيء انه ما يصير. فانا شفت طريقتها بالتلفزيون طبعا عند الاجانب. اي كونتينر ويقصه ويسوي باب ودريشه ويسوي شاليه. سويته شاليه هذا برا. ايه هي بالكويت طلع علينا ازيد من بيع السوق، لان في كهرباء يمكن توصلها والجو حار. الجو حار، فرن داخل الدش. صح.
فاشتغلنا عليه تقريبا من شهر اثنين. انا عبالي شهر يخلص، ما ادري اليوم اي يوم. احنا اليوم ان شاء الله تشطيبات، ما بقي شيء وخلص. سويتها شيء صاله ثلاث غرف نوم وحشاج حمامين، يعني سويت شاليه يعني بروحي. اليوم انت عايش في الشاليه؟ ايه، ومسوينا كلنا، احنا مسوينا انا وربعي. انزل. طارق والشباب. ايه شيء جميل منك. إيه؟ ونبي صوره علشان نعرضها حق المشاهدين. وابي اسالك سؤال مهم جدا. بس بقطع كلامك، بينت بالفكره هذه انه مو انا بروحي اقدر اسويه، ان في تعاون. تعاون في شغل، ان كل واحد قاعد اوكله مهمه، يعني قاعد توصل رساله حق ان ربع تعاونه وما ذلوا. انزين، ليش انت عايش بعيد عن الديره، عايش بالخيران ليش؟ انا ما احب الاضواء وايد. ما تحب الاضواء؟ إيه؟ وكل يوم قاعد يشوفونك متابعينك، يشوفوني إيه بالتليفون. ما احب يعني الزحمه واللويا، ما احب الازدحام، يعني ازدحام السيارات. شايفه الديره عندنا انا زحمه نهي يعني. فهناك بروحي مرتاح، البس اللي البسه، اسوق اللي اسوقه، سياير عندي، سكاريبي، حدايدي عندي، شالي راحتي. حلو. ايه شيء جميل، يعني ما احضر الديره هني الا للضروره. في البدايات الوالد والوالده تقبلوا فكره الشهره اللي انت فيها؟ لا، ما كانوا يدرون. ما كانوا يدرون. ما يدرون. ما كانوا يدرون. بعدين دروا من الناس اللي حواليهم. إيه؟ ان انت تطلع بالتلفزيون. دق علي ابوي انا. ايش يقول؟ قال لي رفيجي يبيك يعني ملزم التي الديوانيه. قلت عسى ما شر. ليش؟ قال والله ما ادري ايش في ملزم. يوم اشوفك انت ذاك يوم مصلح مكيف دازها بالواتساب. ايه. قلت وين داز حق واتساب انا مصلح مكيف؟ قال هو حطك بالتليفون بالواتساب. قلت مو واتساب يبا، سناب شات اسمه هذا. حط لي سناب شات. حطيت سناب. قال ابوي تابعني. زين. إيه؟ اليوم بما ان هالمسؤوليه وبهالمعجبين، ودي كلمه اخيره تقولها حق كل اللي يتابعونك. كلمه اخيره. الكلمه اللي بقولها، يمكن انا اسوي اغلاط وايد بحياتي، اسوي يعني انا حالي حال اي احد. في ناس وايد عبالي ان انا معصوم، ان انا الناس تشوفني كذي. لا، انا اسوي اغلاط وايد، فلا تحطني قدوتك. حطني واحد تتابعه، تاخذ منه افكار، حطني يعني في شغله. تشرب سجاير؟ تشرب؟ يشوون يعني من بس انت اليوم. نعم. انت اليوم عندك مسؤوليه، لازم مسؤوليه. صح، لازم تراعي. بما انك انت اخترت هذا المجال واخترت انه. نعم. يصير عندك ناس كثيره قاعد تطالعك، وبما انك تركت شغلك ويعني احترفت مهنه السوشيال ميديا، فاعتقد ان انت تعطي شويه تضحيه. صحيح. حق ال انا صار وقتي كله اصلا تضحيه، ما صار في وقت حق نفسي. اي يعني لو اغيب ساعه ونص تليفوناتي فيك حتى ما شر. صاير مو صاير شيء بالحرف. بس حبيت اختلف نفسي شوي. نعم. يعطيك العافيه، كان حوار جدا ممتع. عبد الله الجاسر عبودكا، ودي اخذ معك سيلفي بفلوس؟ لا بس مو. افا، ولا واحنا مسوي اللقاء مع بعض. شق الحج اقوى شيء بالعالم. اوكي. اهلا. وصلنا لنهاية حلقتنا وخلصنا هبات اليوم. انتظرونا الأسبوع الجاي مع هبة جديدة. أفيالقو. أفيالقو يعني شنو؟ أفيالقو هي هبتنا اليوم. أفيالقو يعني مع السلامة.